درسنا حسنت الايام بجد وشمس الزمان بحق. كنت في معسكر يوم الجمعه في القاهره واخونا راجل وسته بيعرفنا على الاخ من الاخوه يقول لي الاخ فلان بيدعبه يقول لي حسنت الايام وعلمت الزمان. الاخ قال لي احسبني كذلك. كنت عاوز انزله اقوم على الاكل. لا الشيخ ابن باز كان كده بجد. الشيخ ابن باز كان زينه. كان عالم يجلس اليه العلماء. عابد يسبق العباد. رقيق تسبق دمعاته. له مواقف عجيبه الشيخ ابن باز. المره اللي الواحد التقى بها فيه فعلا يا الهي الواحد يقول ده السبب دول فعلا. انا والله مقدر عمر بن الخطاب والله العظيم لما مات النبي عليه الصلاه والسلام وعمل اللي عمله. الواحد بيتصور كده الشيخ ابن باز لما مات ويبقى ابنائه والطلبه ومن حوله. ايه البشر دي؟ ايه الاخلاق دي؟ الشيخ ابن باز لما افتى بجواز مساعده القوات الأجنبية في حرب الخليج وأفتى المشايخ عندنا بعدم جواز ذلك وإن ده يجر على بلاد الإسلام الويلات وإذا دخلوا لم يخرجوا. ما ده كان موقف. والشيخ ابن باز جزاه الله خيرا في أخريات حياته كان يقول غرر بنقل لي ما لم يكن حقيقي. فأنت عاوز السياسة تكون شكلها دلوقتي تواجد الدعوة. إحنا عندنا الشيخ سعيد